لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ایک دفعہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں